اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيفي كابتن مصر النادي الاهلي كابتن احمد عبد المنعم كشري. مساء الخير يا كابتن، ومنورني ومنور قناه النادي الاهلي. مساء الخير يا ابو حميد، وانا سعيد ان انا معاكم وسعيد في قناه النادي الاهلي، طبعا بيتي الاساسي واكيد انا مبسوط ان انا معاكم. كابتن احمد، ناخدك للقاء المرتقب، لقاء الامل، حلم 90 مليون 100 ودلوقتي بقينا 104 مليون ما شاء الله، وبقى لنا 27 سنه ما بنشوفش كاس العالم، بقى لنا 27 سنه كابتن مجدي عبد الغني عمال بقى الجون اللي انا جبته في كاس العالم، فعايزين نشوف حد يجيب جون تاني في كاس العالم. فماتش مصر والكونغو مواجهه صعبه جدا، منتخب مع كوبر ابتدى خلاص يخش في المراحل الاخيره للاستعداد، يعني كيف ترى هذه المواجهه؟ طبعا هي مباراه اهميتها بالنسبه لمصر ان هي ممكن تحدد اذا كنا نوصل كاس عالم بنسبه 100% او التاهل ممكن يحصل من المباراه دي، او ان احنا هتبقى خطوه برضو اللي تقربنا للحلم ان احنا ان شاء الله ربنا يكرمنا نكسب المباراه وننتظر المباراه اللي بعدها باي نتيجه، ولكن نتمنى ان مباراه اوغندا وغانا ان هي تريحنا بمعنى اصح، تخلي المباراه دي احتفال. وانا شايف ان اسهل فرصه لمصر يعني ان احنا نوصل كاس عالم فهي في الفتره دي. الفريق المنافس القوي ليك او المنافس اللي كان بيقصك من البطوله او بيطلعك من كاس العالم اللي هو غانا هو اخر المجموعه، ما بقاش في المنافسه، فرصته ضئيله جدا، يعني ان هو يعني حسابيا صعب ان هو الدنيا تديله او معنى صح ان هو ينافس. فاعتقد المباراه الجايه دي مباراه عايزه من اللعيبه ومن الجهاز الفني تهيئه نفسيه للمباراه اكتر منها بدنيا او تكتيكيا او اي حاجه، لازم اللعيبه تكون مهيئه نفسيا جدا للمباراه، لازم ما نبقاش مشدودين زياده عن اللزوم، لان احنا لاحظنا في الفتره الاخيره اللاعب المصري حتى يعني يمكن هنتكلم بعد كده معاك في مباراه الاهلي والنجم ان اللاعب لما بيتشد زياده او بيدي اهميه للمباراه اكتر من لازم ما بيطلعش قدراته وامكانياته في المباراه، فبيظهر مستوى اللاعب المصري او منتخب مصر في المباراه اللي بنعتبرها سهله مش كويس، زي مباراه اوغندا الاخيره منتخب مصر كان سيء جدا في المباراه رغم ان احنا كسبنا. هسألك السؤال دوت وحضرتك برضو ليك خبره في التدريب في الدول الافريقيه. اولا احنا في نغمه في سلسله كونغو، وفي بعض الوسائل الاعلام لما تيجي تتردد كده تشوف كده المانشيت تحس ان هو المباراه سهله لمنتخب مصر. وانا هسالك اولا كيف يرى الافارقه منتخب مصر او النادي الاهلي، بيبقى بالنسبه لهم حاجه كبيره جدا، فبيبقوا حاشدين نفسهم لان اعتقد في السي في بتاعهم لما بيتعادل مع منتخب مصر او النادي الاهلي دي حاجه كبيره جدا. أكيد. فهل من الصح ان احنا نستسهل زي ما استسهلنا اوغندا وهزمنا هناك 1-0؟ هل من الممكن ان برضه نفاجئ من منتخب الكونغو زي ما تعادل مع غانا وعمل مشكله كبيره جدا ليهم انه يعمل مشكله لمصر؟ اكيد كلامك مظبوط 100%، احنا ما نستسهلش لان احنا الفرق اللي دايما بتخرجنا من كاس العالم هي الفرق الصغيره مش الفرق الكبيره. نعم. يعني قبل كده ليبيريا وزيمبابوي وفرق يعني الواحد لو تذكر كده في فرق خرجتنا من البطوله ما كانتش هي المنافس لينا ومش هي اللي تاهلت بس هي اللي خرجتنا. وده المفروض يكون يعني درس للجهاز واللاعبين والاعلام بتاعنا، يعني برضو كلامك مظبوط ما نستسهلش المباراه، لان فريق الكونغو انا اتفرجت على مباراته مع غانا عمل مباراه جيده جدا جدا، اتطور اداؤه اتغيروا بقى عندهم ثقه ان هم بيلعبوا مع فرقه كبيره، اللي خليه كان كسبان غانا في المباراه دي كان عامل مباراه كويسه جدا، وغانا يمكن يتعادل في نهايه المباراه فطبعا فريق كونغو لا فريق هيلعب كمان في اجواء بيحبوها اللعيبه الافارقه، ملعب كويس ملعب واسع ارضيه احسن من ارضيتهم. دايما الفرق الافريقيه ممكن من خبرتي ان انا دربت في افريقيا 3 سنين الفرق الافريقيه بتلعب بره ملعبها افضل ما بتلعب على ملعبها، يعني بيلعب جوه مصر افضل ما يلعب جوه الكونغو نفسها بالظبط، هتلاقيه افضل في ملعبنا اكتر احسن من ان هو في ملعبه. ليه يا كابتن؟ اول حاجه هو عارف ان هو بيلعب منتخب كبير جدا، عايز يعمل بالنسبه له هو شو اعلامي او عايز يتصيط على المنتخب ده، فبيلعب بدون ضغوطات بالظبط، ما هي نفس الحكايه. انا عايز اظهر نفسي او عايز اعمل شو، عايز اظهر قدام منتخب كبير، مش هظهر او مش هاخد الشو الاعلام او سعري مش هيعلى او انا كمنتخب اسهمي مش هتعلى الا لما اكسب منتخب اعلى مني. فبيجي يلعب اول حاجه
في اجواء جيده جدا، الاجواء المصريه، ملاعب الملعب بتاعنا ممتاز، كان برج العرب ملعب واسع وارضيته كويسه جدا، احسن من الملاعب الافريقيه على مستوى معظم الدول. بيجي يلعب مع مصر وعارف ان مصر ما عندهاش غير فرصه واحده ان هي تكسبه، فبيلعب بسيستم ان هو بيعرف ازاي يقفل، على الاقل بيلعب من تلت ملعبه وبيلعب المرتدات، فبيعمل احراج لمنتخب مصر احيانا لما تكون الامور متصعبه شويه معانا في حته احراز هدف. فالفرق الافريقيه مع الفرق المصريه في ملعبنا بيبقى شكلها افضل، بتبقى اقوى، بتبقى اخطر، ويمكن احنا حتى لو هو مش اخطر بيسبب لنا مشكله ان احنا بنتشد، بنبقى عايزين متسرعين ان احنا عايزين نكسب الكونغو بسرعه وعايزين نجيب جون والتاني، وهو ما عليهوش اي ضغوط بالظبط، ودي مشكله اكبر. هو لو عنده ضغوط هتبقى المباراه يعني اقول لك مايله لكفتنا بكتير، لكن بدل ما عندوش الضغوط هتبقى انت اللي مضغوط اكتر. طول ما الوقت بيمر وفرقه بتلعبك بسلاسه ومش مضغوطه ومش خايفه وبتمسك كوره بتنقلها بحريه، دي بيحط عليك انت الضغط اكتر. فاتمنى ان احنا المباراه دي نحسمها في الشوط الاول، مش هقول بقى اول ربع ساعه وثلث ساعه وكلام، الشوط الاول لازم تسجل فريق الكونغو، لان المباراه هتصعب عليك، وانت كلاعبين مصريين في الفتره الاخيره ما بقتش عارف تلعب قدام الجمهور، دي حقيقه. طيب انا برضو عايز اسالك، ما دام هتقول عايز احسم في الشوط الاول، كيف يبدا مستر كوبر من حيث القوام؟ انا ال11 لعيب اللي هيبتدوا شايفهم زي كابتن كشري، وخاصة ان انت عندك غيابات، عندك مشكلة في خط الهجوم، كهربا مش جاهز ومصاب، عندك بعض المشاكل، عبدالله السعيد لسه بنحاول نشوف بقى هل هيبقى في كلام صالح جمعة، هل في كلام رمضان صبحي. شايف المدرب زي مستر كوبر هيبدأ ازاي هذا اللقاء بأني تشكيل؟ والله بص هقول لك الأمانة، اللي بيوصل للمرحلة دي بيعمل بيخاف أكتر منه بيجازف أكتر، يعني هو هيلعب بنفس السيستم والأسلوب بتاعه. احنا مش عاجبنا الاسلوب بتاعه ان احنا مفيش متعه في اداء منتخب مصر وان احنا بنكسب بالعافيه، لكن هو بيحقق المطلوب من الاسلوب بتاعه اللي هو شغال بيه، وهو مش هيجازف في مباراه زي دي الا لو المباراه اديته الفرصه دي. بمعنى ايه؟ انا النهارده هلعب مع منتخب الكونغو، هلعب مأمن جدا وهلعب ان انا هاجم وكل حاجه وارجع ادافع الفرقه كلها. لو هو سجل في منتخب الكونغو بدري الشوط الاول زي ما انا قلت لك والمباراه اتفتحت، ممكن تلاقي تغيير في حاجات كثيره قوي في السيستم بتاعه خلاص. يعني مين يبدا كراس حربة كابتن؟ والله انا هكلمك بامانه، يعني اكون صريح معاك واقولها لك، مصر ما فيهاش راس حربة يعني يمثل منتخب مصر او تثق فيه بالمعنى الاصح ان هو يبقى منتخب مصر. هل الاساسي بعد ظهور مثلا عمر السعيد لاعب الانتاج الحربي وتصدره هداف الدوري ولاعب قوامه كويس ولاعب كوره جاب هدف حتى رائع امام الزمالك واحرز 6 اهداف، هل عمرو مرعي واهلي طرابلس الهدفين اللي جابهم مع النجم الساحلي، هل وجود عمرو جمال وخد الفرصه في بيدفست وابتدى يشارك؟ انا برضو بقول لحضرتك، هل بعد كل يعني هؤلاء برضو لسه في مصر فيها مشكله في رؤوس الحربه؟ ما زال فيها مشكله. ليه؟ لان فرود منتخب مصر اول حاجه لازم يكون فرود بيلعب في، يعني احنا حتى تعودنا فرود بيمثل فريقه بيجيب جوان كتير، ماشي بمستوى ثابت، عند الناس والجمهور ثقه فيه كبيره، ودي مش موجوده في اللعيبه الحاليين. لو اتكلمنا على عمرو مرعي بنتكلم على ماتش قبل الاهلي جاب فيه جونين، ما كان بيلعب في مصر وكان كويس، ما كانش ومع ذلك ما لعبش في المنتخب، كان بيتواجد كده. لو اتكلمنا على لاعب الانتاج الحربي عمر لعيب كويس جدا جدا، ولكن ما نقدرش نقول ان هو يقدر يتحمل حجم المباراة. كمان ضم حسام حسن لاعب نادي سموح، وحسام حسن لعب مع المنتخب المحليين ولكن ما اجتش مع المنتخب المحليين. يعني معلش بص انا هقول لك بامانه كلام يعني يمكن اول مره اقوله، انا بقوله بقى انا واصدقائي، المنتخب ده يا رب يوفقنا ان شاء الله ونوصل كاس العالم، بس هيبقى جيل محظوظ، لان جيل لحد النهارده مصر ما تعرفش مين جون مصر الاساسي، ما تعرفش مين باك ليفت مصر الاساسي، ما عندناش باك ليفت اساسي، ما عندكش مهاجم اساسي في منتخب مصر. فاذا انت رايح ممكن بمنتخب لا انت عارف مين الحارس بتاعك او الباك ليفت بتاعك او راس حربه بتاعك، دي مشكله بتواجه منتخب مصر. لو قلنا حراسه المرمى ما فيش استقرار على حارس معين اذا كان الحضري او شريف او الشناوي، في مشكله في الحته دي، طول ما انت ما استقرتش على حارس يبقى عندك مشكله. نفس الحكايه الباك ليفت،
عندك عبد الشافي، شفنا المستوى اللي ظهر بيه عبد الشافي كان متواضع جدا الفتره اللي فاتت، حتى في اهلي جده لا يشارك بصفه اساسيه. وطبعا انا شايف ان يعني الفتره الجايه دي مع احترامي عبد الشافي قدم لمصر كتير جدا، لعيب جامد جدا طبعا، ولكن انا شايف ان الفرصه لازم ياخدوها لعيبه موجودين في الدوري المصري في الدوري المحلي. طب زي مين يا كابتن؟ محمد حمدي زكي بتاع اللي كان لاعب في النادي الاهلي وبيلعب في المصري. نعم عاجبني جدا جدا، من اللعيبه ابن النادي الاهلي لعيب كويس جدا، مش عشان ابن النادي الاهلي انا اتكلم بصراحه، اتفرج عليه في ماتش الزمالك ومع المصري طبعا، والماتشات اللي فاتت مع الجيش لعب. حضرتك ذكرت ثلاث مراكز، لو جينا اتكلمنا على الناحيه يعني مثلا الجانب الايسر في النادي الاهلي وفي الزمالك لعيبه اجانب دلوقتي، ما خلينا نكون واقعيين، ما فيش باك ليفت في مصر النهارده تعتمد عليه. لا انا هقول لك حاجه، انا برضو بكلم واحد من يعني روس الحربه، وانت جيت في وقت افضل روس الحربه على يعني مستوى النادي الاهلي، انت كان معاك حسام حسن وفيليكس وعلاء ابراهيم، ويعني ناس كل واحد فيهم يعني لوحده فرقه يعني. فبرضو النادي الاهلي ونادي الزمالك المهاجم الاساسي افريقي، افريقي او اجنبي صح؟ هذا اللي انا بقوله لك، المنتخب ده محظوظ، نتمنى ان الحظ ربنا يكرمنا ونوصل كاس العالم، لكن جيل للامانه كان في اجيال افضل منه. بس برضه كابتن كشري، ما هو ممكن بعض وجهه نظر اخرى تقول لك ما دلوقتي مثلا كريستيانو وميسي بيجيبوا جوان كتير وما فيش حد فيهم راس حرب، فرقه بايرن ميونخ اللي بيجيبوا فيها مثلا روبن وريبيري، تشيلسي ازار بيجيب جوان اكتر من المهاجم، يعني هل طريقه اللعب ممكن يبقى لها دور؟ ممكن طريقه اللعب يبقى ممكن تلعب بدون راس حربه ماشي، بس انت مين اللي عندك في نص الملعب؟ مين اللعيبه اللي في نص الملعب اللي هي ممكن تعوضك؟ ان انا مش بلعب بعدم يعني ما فيش راس حربه عندي، مش عشان ما عنديش راس حربه يعني، عشان نص ملعب بتاعي قوي جدا. نعم يعني انت بتتكلم على الفرق اللي بتلعب كده، مين؟ ريال مدريد وبرشلونه افضل نص ملعب في العالم، عنده اللعيبه اللي في نص الملعب بتجيد المراوغه والتهديف والاسيست والدفاع والهجوم، فانا مش محتاج فيرود ان انا اسند عليه، مش محتاج ان انا العب فيرود عرضيات، الكلام ده الفرق الكبيره اللي بتعمله. لكن انت في منتخب مصر مع احترامي لمنتخب مصر، مين مستوى ثابت في نص الملعب؟ اديني اسم كده في لعيبه نص منتخب مصر في وسط الملعب مستوى ثابت، مين؟ لو جينا قلنا مره رمضان بيبقى فايق، المره الثانيه ما بيبقاش كده، تريزيجيه نفس الحكايه. النني يعني صراحه الاكثر ثباتا والاكثر يعني يعني الاكثر ثباتا والاكثر حصولا على فرص واحراز اهداف هو محمد صلاح. بالظبط، انت بتتكلم على لاعب واحد وهو مش فرود، محمد صلاح بيلعب هو هداف منتخب مصر الفتره اللي فاتت، هو محمد صلاح بيلعب اصلا مكانه الطبيعي جناح يمين، بيلعب تحت الفرود يمين او انسايد يمين. نعم. انسايد يمين فرود يمين. لكن لما بتحطه في نص الملعب والشمال ماشي يلعبها، انا شايف ان هو يلعبها كويس جدا، بس مين اللي تحتيه؟ يعني انا الماتش اللي فات بتاع اوغندا محمد صلاح فضل يلعب على الخط على اليمين، المفروض الراجل يحرره، اسيبه يتحرك زي ما بيعمل معاه كلوب بتاع ليفربول، احرره. محمد صلاح في افريقيا انت بتتكلم بتلعب فريق هم افريقيا كلها مركزه على محمد صلاح بس عشان يتصوروا معاه كمان. لا دي حقيقه، وبعدين افريقيا يعني افريقيا مدمنين دوري انجليزي، ده حقيقي، والفرق اللي هي زي ليفربول والفرق الكبيره دي هم هناك بيعشقوها في افريقيا، فهم عارفين مين محمد صلاح. النهارده انا ما لعبوش، انا كمدرب احرره، ما خلوش على طول ناحيه اليمين، محمد انت بتلعب قدام في الحته اللي قدام، لو حسيت ان هنا ممسوك ابدل اخش في نص الملعب في العمق او اروح ناحيه الشمال واغير مع زميلي. انت حضرتك شايف ان هو ياخد حلول اكبر طبعا، يعني بدل ما يبقى على الخط ومعاه مثلا في الخط هيبقى معاه، هيقفل عليه بالباك رايت والديفندر القريب منه يعني والهاف، هيقفلوا عليه ثلاثه عليه. انت عايز تديله ان هو يخش يضم لجوه ويلعب زي ما طريقه لعبه بيلعب في ليفربول بالظبط، وهو مستو حتى كمان في روما ان محمد صلاح لما بيلعب بالشكل ده ما بيتمسكش عشان عنده حته عنده السرعات وعنده لازم يتحرر. فالراجل الماتش بتاع اوغندا حاطه على خط يعني طول المباراه، والكره اللي فلت فيها بجون ماشي، انا عندي لعيب، انا اللعيب اللي بعتمد عليه واللي ممكن يجيب لي جون بنسبه كبيره هو محمد صلاح، يبقى انا ما احطهوش في مكان واثبته، انت خلاك ما بقتش بتلعب براس حرب، يبقى خلاص بقى، يبقى انا العب بالناس اللي بتيجي من تحت واخلي الناس تتحرر، ممكن اللي ناحيه اليمين يجي ناحيه الشمال، ده خلي بالك ده بيعمل قلق للدفاع بتاع الخصم. النهارده ما اكون بلعب عليا لعيب مميز وانا مركز ونازل مركز معاه، وابص الاقيه دخل في قلب الملعب، هبص ابدا الاقي عملت قلق للسردباكات اللي في العمق، بدا
متبرجين، مين اللي يروح له؟ مين اللي هيقف معاه؟ بدا يروح الناحيه الثانيه ويفضي مساحه وممكن حد ثاني يستغلها، حد ثاني يخش على المكان. فطبعا دي ده لازم سيستم يعني مستر كوبر يدي حريه اكتر لصلاح في التحرك. واحنا فعلا انا بقولها لك ثاني، احنا ما عندناش فيرود نعتمد عليه في مصر في الفتره دي. ممكن يبقى عندنا، بس لو اديته، لو بدات تثبت، بس مين اللي هتثبته؟ هل هتثبت عمرو مرعي ولا؟ انا كنت لسه هسال حضرتك هذا السؤال، هل شايف انه مثلا يبتدي بكوكا وهو بيشارك في الدوري البرتغالي وبيجيب، ولكن في البعض هنا ما بيطمنش الكوكا قوي، وهل عمرو جمال على اساس ان هو لعب اخر مباراه امام اوغندا وكان ماشي بشكل الى حد ما كويس، يعني شايف مين من وجهه نظرك يبتدي؟ والله عشان اكون صريح معاك، انا بتفرج على كوكا برضو وبتفرج عليهم. كوكا بقاله فتره بيلعب في المنتخب، بقاله فتره طويله مش فتره بسيطه. هو موفق مع فريقه، بتفرج عليه موفق مع فريقه، لكن مش موفق مع المنتخب. يعني احنا النهارده لو بنتكلم ان كلاعب محترف بيلعب في فرقته وبيسجل وبيجي في المنتخب نسبه تهديفه قليله جدا، فما اعتقدش ان في ثقه فيه. هتلاقي يعني الناس هتبقى يعني احنا هنا برضه في مصر حامين شويه قوي. يعني دي حقيقه، الجمهور المصري خلاص هو نفسه يشوفنا يشوف المنتخب في كاس العالم، فمش هيصبر على حد. فالنهارده لو اديت اي واحد وما فيش الثقه فيه 100%، هم مش هيستحملوا في الملعب غير محمد صلاح. انا بقول لك مصر مش هتستحمل في المكان ده او كفيرود وتستحمل لعيب يضيع غير محمد صلاح، لان محمد صلاح ليه رصيد كبير في الكوره في مصر وثقه، يعني رصيد وثقه، ويقدر يجيب جون في اي وقت وكسبنا كتير. لكن ان انا ادي حد، احنا ممكن نلعب بالشكل اللي لعب بيه في ماتش اوغندا، ممكن ادي عمرو جمال. يعني عمرو يمكن اقرب اكتر للعيبه، لعب معاهم الفتره الاخيره حتى وبيسند معظم اللعيبه اللي في الملعب، لعيبه برده من النادي الاهلي والزمالك عارفهم وحافظ اللعب بتاعهم. فعمرو جمال اقرب ان هو يلعب في الحته دي كراس حربه، ومحمد صلاح. طيب الناحيه الثانيه، هل تفضل رمضان صبحي ولا تريزيجيه؟ رمضان يمكن في الماتشات اللي كوبر مستر كوبر بيبقى حابب انه يبتدي مهاجم اكتر، بيلعب برمضان على اساس ان حته واحد ضد واحد والناحيه المهاريه وصناعه الاهداف، وفي الماتشات القويه اللي بره هو تريزيجيه. بص اقول لك حاجه، احنا برضو يعني اخر ماتش المنتخب مع اوغندا ما كانش رمضان موفق بشكل كبير، وبرده تريزيجيه ما كانش موفق في الماتشات اللي قبلها، يعني قل شويه من ساعه ما راح الدوري التركي، ما شفناش تريزيجيه. المجهود بتاعه هو بيعتمد على مجهوده وسرعاته وان هو عنده باور قوي تريزيجيه، ولكن الكوره مطلوب جدا ان هي تمشي معاك. يعني طول ما انت تعمل مجهود وبتجري مطلوب ان الكره تمشي معاك عشان تترجم الشغل بتاعك، لو ما مشيتش معاك بيبقى الشكل مش كويس. رمضان اتمنى رمضان ان هو يبقى فايق. رمضان انا يعني طبعا عارف امكانياته وقدراته كويس قوي، ولكن مستغرب ان رمضان يعني ما اضافلهوش كتير من ساعه ما راح الاحتراف. يعني دي امانه، يعني انا بحب رمضان جدا واتمنى ان هو يوفق، ولكن انا هقول لك حاجه رمضان صبحي بيعملها في الدوري الانجليزي والدوريات الاوروبيه. اللعيب اللي بيحترف هناك بيلعبوا معاه على الكره السهله جدا، المدرب ما بيستحملش ان اللاعب يمسك ويرقص وبتاع، لو انت مش هتعمل منها حاجه فهتلاقي المدرب بيزوم عليك، لان يمكن كان ليه تجربه. احنا معانا على التليفون واحد برضو من الفراوده الجامدين جدا وكان بيلعب جنبك كابتن احمد، طبعا كابتن علاء ابراهيم. مساء الخير يا كابتن. مساء النور محمد، وبس عليك وبمسي على حبيبي كيش، وحشتني حبيبي يا كابتن علاء. هداف ده علاء ابراهيم كان هداف كبير. حبيبي علاء ازيك؟ ربنا يكرمك يا كوش. اخبارك يا كابتن؟ تمام حبيبي الحمد لله. كابتن علاء، كنا بنتكلم على مواجهه منتخب مصر امام الكونغو، وكابتن احمد شايف ان الصراحه منتخب مصر في موضوع مين اللي يلعب راس حربه فيها الى حد ما مشكله، فكنت بساله مين اللي يبدا، وانت شايف يا كابتن علاء مين اللي ممكن يدي اضافه في هذا المركز مع اختيارات مستر هيكتور كوكر؟ والله انا بص، انا عندي راي كده مخالف لمعظم الناس. نعم. للاسف احنا وصلنا لدرجه ان احنا بنخاف من اوغندا والكونغو عندنا في 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 مصر. يعني بصراحه الحقيقه دي يعني مخوفاني شويه، ان معقوله مصر بقوتها ثلاثة كاس امم ورا بعض، يعني منتخب مصر ده اسم كبير يا جماعه، ازاي نعمل حساب لاوغندا والكونغو؟ يعني مش تعمل حسابه في الملعب، شغل الجهاز الفني ده ملناش دعوه بيه، لكن الافراط في يعني كونغو عندنا في القاهره
وعندنا في مثلا في برج العرب في ملعبنا نخاف منها؟ معقوله؟ يعني انا شايف الحقيقه ان احنا وصلنا لدرجه يعني معلش يعني الكره المصريه لا يعني منتخب مصر اقوى من كل الكلام ده، ده وجهه نظر يعني. طب بس في البعض الاخر يا كابتن علاء بيستسهل الامور، فبتبقى فجاه تلاقي نفسك خسرت من اوغندا وانت بتلعبها هناك، وفجاه هنا الماتش امام اوغندا ما كانش بالسهل وكان معقرب شويه حتى احرز محمد صلاح. يعني انت ممكن مثلا تكون تقصد انك تدي الوضع الطبيعي ولا ندي الامور اكبر من حجمها ولا نقلل من الشأن؟ لا شوف، هو احنا مش هندي الامور اكبر من حجمها ولا اقل من حجمها، احنا ندي الامور في حجمها. نعم. مصر بتلعب الكونغو في برج العرب في مصر، الوضع الطبيعي 5-6 ده وجهه نظري يعني الشخصيه يعني. يا رب. انا مثلت منتخب مصر ولعبت نادي اهلي. نعم. لا يعني احنا لازم يكون عندنا ثقه في الكره المصريه عموما، بلاش في اللعيبه اللي هتلعب، لا عندنا ثقه في الكره المصريه. لازم المنتخب المصري يبقى ليه يا جماعه معقوله نروح نلعب اوغندا نبقى خايفين نخسر، نلعب اوغندا هنا نقول يا رب نستر ونجيب جول ونحافظ عليه، معقوله؟ لا انا من وجهه نظري في ماتش الكونغو احنا لو الطبيعي بتاعنا معلش 3-4 ده الطبيعي بتاعنا، ده يعني انا يعني ده وجهه نظري الطبيعيه ان احنا نكسب 3-4 ونكون نتكلم على الاداء كده، فيمكن ده مأثر شويه وخلي الناس خايفه. هو ممكن يكون الراجل على فكره انا من الناس المؤيده جدا لمستر كونغو، راجل ليه اسلوب وليه فكر وواضح في الملعب وبيلعب على قد امكانياته، لكن في اوقات معلش انا بلعب الكونغو عندي في برج العرب 50 ولا 60 ولا 70 الف متفرج، معقوله نعمل حساب؟ اه نعمل حسابه في الملعب، لكن احنا عندنا لعيبه تعمل فلوس. طيب كابتن علاء، كابتن علاء شايف مين اللي يبتدي في خط هجوم منتخب مصر؟ هل كوكا او عمرو جمال؟ مين الاقرب من وجهه نظرك؟ يعني شوف انا يمكن مش متابع كوكا كتير، لكن عمرو جمال شاف الماتش الاخير لعبه اوغندا ادى، حتى الماتش اللي هو هناك في اوغندا لما نزل عمل فرق، عمل محطه للمنتخب. على فكره مش لازم راس الحربه يجيب جول، لكن لو شغل مثلا ايه شغل صلاح جمعه شغل محمد صلاح ممكن يعمل لنا فرق. هو عمرو جمال الماتشات اللي بيلعب فيها بيخلق فرص للناس اللي بتيجي من تحت. نعم. لازم يبقى في محطه الناس تستند عليها، لكن احنا لما رحنا لعبنا في اوغندا بعد ما جينا فينا كنا ادينا عمرو جمال حسينا بفرق. ليه حسينا بفرق؟ لان عمل لنا محطه قدرنا ناخد نفسنا عليها، قدرنا الناس تشتغل من جنب. طيب كابتن علاء عايز اتكلم معاك، الكل ينتقد وليد ازارو، وانا الصراحه يعني بنتهز الفرصه طبعا معايا واحد من افضل الفراوده كابتن احمد كوشر، وايضا واحد من افضل الفراوده كابتن علاء ابراهيم، فلازم اتكلم وانتم موجودين كده مع بعض في الحوار. انت شايف وليد ازارو ماذا ينقصه حتى يكون مهاجم النادي الاهلي اللي الناس تثق فيه؟ شوف وليد ازارو مهاجم متميز لا شك، يعني اي حد بيتكلم هيبقى متحامل عليه. ليه يا كابتن علاء شايفه ان هو مهاجم متميز؟ احنا برضه عايزين نقول للجمهور هو ليه مميز. اقول لك انا ليه مميز، هو امكانياته الحقيقه بتخلق له فرص تهديفيه كتير. يعني لو انت بصيت في ماتش الترجي الاولاني انتاج وليد ازارو جايب هدف وعامل ضربه جزاء، نعم فرص ضربه ثاني. نعم. طيب بس انت شوف الفرص اللي ضيعها، هتلاقي معظمها مش اقل من 60 70% هو خالقها بتحركاته بسرعته، فدي مشكله. لكن اعتقد ان وليد ازارو المهاجم المتميز هي ينقصه الحته التهديفيه العاليه، واعتقد ان الجهاز الفني اعتقد انه عنده من الكفاءه ومن الخبره ان ممكن يشتغل عليه الفتره اللي جايه، احنا ممكن نكسب لعيب كويس. لكن عايز اقول حاجه نقطه مهمه جدا بخصوص جمهور النادي الاهلي، وليد ازارو قوي سريع متحرك، اوقات بيجيب اهداف، بيضيع، بس انت لو شفت له كمان انه بيجيب اهداف على امكانياته دي، معلش انا اسف، بيلعب في اوروبا ما بيلعبش في النادي الاهلي. فلازم برضه ناخد في الاعتبار هذه النقطه. كابتن علاء ابراهيم كابتن مصر النادي الاهلي بشكرك شكرا جزيلا. يا كابتن كوشري في توافق ما بينك وبين كابتن علاء في حته راس الحربه كعمر جمال. عمرو جمال ودي حاجه من الحاجات المهمه جدا، احنا عندنا كلام مهم جدا ونخش بقى ونستفيد فيها الفنيات سواء منتخب مصر والنادي الاهلي، ولكن بعد هذا الفاصل ما تروحوش بعيد، نادي الاهلي حديث. اهلا
اهلا بحضراتكم من جديد ونكمل كلامنا مع كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن احمد عبد المنعم كشري. كابتن كشري، كنا بنتكلم على طريقه القوام، اتفقنا ان صلاح في الجانب الايمن وياخد حريه في انه يتحرر، عامر جمال في الامام، وذهبنا الى من هيبتدي، هل هيبقى رمضان ولا تريزيجيه؟ انت ايهما اقرب من وجهه نظرك؟ والله بالنسبه للفتره الاخيره دي يعني انا ما اعرفش تريزيجيه مع فرقته الوضع ايه، يعني هو ماشي كويس وبيحرز اهداف، يعني انا شايف ان اللي يبدا تريزيجيه ورمضان ياخد الشوط الثاني، لان تريزيجيه عنده زي ما بقول لك الباور وعنده قوه وبيحب الجري وسرعات وعنده حماس، واحنا عايزين نكسب الكلام ده في البدايه. رمضان لعيب كره عالي جدا، يقدر يعمل لك كره اسيست، يقدر يجيب لك جون، فانا شايف ان احنا في البدايه محتاجه اللعيبه اللي عندهم اصرار شويه وباور، فانا شايف ان دي اقرب لتريزيجيه في بدايه المباراه، خاصه ان هو بيعمل مجهود عالي جدا في بدايه المباراه. انا قلت لك المباراه دي لازم تخلص في الشوط الاول عشان ما نقعدش نبقى قاعدين زي ماتش اوغندا كده، فرقه عاديه جدا. انت مش عايز تدخل الكونغو في الجيم بالظبط، يعني مش عايز ان هم كل ما الوقت هيعدي وانت طبعا انت لا تضغط وهو مش هتضغط في حاجه. نعم. انت الماتش اللي فات بتاع اوغندا، انا اوغندا دي لعبتها قبل كده مع منتخب جيبوتي، لعبتها هناك وكنت مستغرب ان ممكن في يوم من الايام اوغندا تنافس مصر، دي حقيقه. فالنهارده لا، الزمن ما يعني افريقيا تطورت كده، تطورت بس برضو رغم الامكانيات بتاع منتخب اوغندا الظروف خدمته شويه الى حد كبير ان هو يعني يبقى هو المنافس لمنتخب مصر في المجموعه دي، لكن ما تدهوش الفرصه بقى ان هو يحس ان هو ند ليك، لازم تخلص عليه بقى. يعني نتعلم من درس غانا. كان علاء ابراهيم بيتكلم من شويه، علاء بيقول ازاي احنا الناس دي، وعلاء يعني قصد علاء الناس دي كنا فعلا بنديها 4-5 لو انت مش حاطط في دماغك الضغوطات اللي انت فيها. هو الدنيا اتغيرت النهارده، الموقف اتغير، لان انت مباراه لو فقدت فيها بونت هتاثر عليك، لان المجموعه قليله، عدد الفرق 4. بس يا كابتن حضرتك مش شايف وبرده بوجودك كنت في افريقيا، الخريطه الافريقيه لحد ما فيها تذبذب، يعني الانديه او المنتخبات القويه ما بقتش بنفس القوه بتاعت زمان، وما بقاش في فرقه بتشيل 3 و5 و6 زي زمان، يعني برضو الكوره تطورت في افريقيا. بص انا اقول لحضرتك حاجه، افريقيا بتتطور بحاجتين مهمين قوي في كل الدول الافريقيه، لو انت جبت مدرب كويس فاهم واديته بعض الامكانيات، مش هقول لك كل الامكانيات، بعض الامكانيات، بتلاقي الفرقه دي الدوله دي اتغيرت، هنلاقي الراس الاخضر فجاه سمعنا عنها الفتره اللي فاتت، الجابون كونغو مايانجو عندهم يعني هنا، يعني كل ده هات مدرب كويس. افريقيا فيها ايه اللي بيميز افريقيا وبيخلي العالم كله يبص لافريقيا؟ عندهم القوه سبحان الله والنواحي البدنيه اللي هي التحملات والحاجات دي طبيعه فيهم، مع ان هم طبعا في مهاره في معظم الدول دي، فانت بيديك يعني انت بتبقى كمدرب محتاج ان انت تعمل تنسيق بين اللعيبه وبين بعضهم، يحصل انسجام عشان تخرج منتخب كويس. لما بيجي مدرب كويس مع شويه امكانيات بتلاقي فرق من تحت وابرز مثال لحضرتك هو المجموعه دي او المجموعه الثالثه او الرابعه، انت عندك المجموعه تتكون من سنغال وجنوب افريقيا وبوركينا فاسو والراس الاخضر، طبيعي ان احنا هنقول السنغال وجنوب افريقيا الاول بوركينا والثاني الراس الاخضر والثالث السنغال والاخير جنوب افريقيا. فدي طبعا بتبين لك ان الشكل برضو في القاره الافريقيه اختلف بالظبط. فهي افريقيا زي ما بقول لك مدرب وشويه امكانيات تلاقي الفرق طلعت، يعني الفرق ظهرت. الفرق الكبيره بقى اللي بتقع دي مشكله عندها، اللعيبه دي زي ما بنقول ايه، غانا ونيجيريا وكاميرون والحاجات دي، يعني يمكن نيجيريا ماشيه كويس، الكاميرون والفرقه دي اللعيبه احترافهم في اوروبا وعيشتهم في اوروبا، ما بقاش في انتماء وبقى بيجي يلعب المباراه بان هو نجم. فطول ما انت ما بتديش في الملعب وبتنزل للكوره او بتروح للكوره زي ما بيقولوا، بتلاقي العمليه بتجي بتجي يعني عكس. الكاميرون حتى على الرغم ان هو فاز على مصر في فاينل البطوله اللي فاتت لكاس الامم الافريقيه، ولكن كنا بنسمع ان صامويل ايتو بيصرف على المنتخب من جيبه، والمعسكرات والاقامه في بعض الاوقات الطيران كان بيدفعها. بالظبط بالظبط، ده حقيقي. وعملوا احتجاج، ونيجيريا نفس الشيء، وكوت ديفوار دروجبا كان بيعمل كده، وقبليها ليبيريا جورج ما عندهمش الانتماءات، يعني ممكن تلاقي نجم عنده الحميه والانتماء ولكن الباقي لا كمجموعه لا. حتى فريق غانا، منتخب غانا النهارده فقد الانتماء مش ده فريق غانا. احنا بنتفرج على غانا بيتعادل على ملعبه مع الكونغو في اخر المباراه، وهو مباراه تفرق معاه لو كسب،
بلاعب اوغندا وهو في فرق كبير بين اوغندا وغانا، اتعادل معاهم بالعافيه في ملعبه وبوظ المجموعه او بوظ عليه هو ان هو وصل كاس العالم. فاذا النهارده الانتماء والروح في الملعب بتغطي حاجات كتير جدا. يبقى رقم واحد الروح، عشان كده انا بقول لك منتخب مصر لازم من بدايه المباراه الشوط الاول ينهي المباراه لصالحه عشان ما نخشش في ضغط عصبي واخطاء ونرفزه زي ما حصل مع اوغندا. فريق اوغندا فريق عادي جدا، ظهر انه فريق عادي، لكن من حرصنا وخوفنا على المباراه ظهر المنتخب مصر برضو متواضع جدا في المباراه واداله مساحات وبدانا وطلع الجيش جاب حسن مبارك وسق الديفندر بتاعه، وده من الحاجات اللي ممكن هو بيبقى اللعيب الافريقي جاي عايز يقرب بضاعته على مصر بالظبط. لا 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 عارف الانديه المصريه هتبقى متابعه اكيد طبعا، وهتوصل للعالميه من مصر اسرع بالنسبه له ان هو يوصل من خلال فرق كبيره، او حتى يتمنى ان هو يروح نادي زي النادي الاهلي طبعا والزمالك، الانديه اللي هي الكبيره دي بيقدر ياخد فلوس بيتعرف بيتشافى. لا طبعا هو حلم بالنسبه له ان هم من اوغندا، ان انا قلت لك انا لعبت يعني كان ليا تجربه منتخب جيبوتي، رحت اوغندا بطوله هناك ولعبنا الفرق دي. لا في فرق بتتطور جدا، وكان من ضمنهم منتخب جيبوتي. منتخب جيبوتي ده كان من الفرق اللي هي ابتدت تخسر في ملعبها تسع والكلام ده، بدانا نطلع السودان نكسب السودان في اوغندا ونتعادل مع زامبيا ونتعادل مع فرق. فالفرق دي بتبقى لما بتديها شويه امكانيات وبتديهم يعني هم عندهم طموح برضو كابتن، يعني الافارقه دايما في حته الطموح، وهو الفتره ان انا الفتره الانتقاليه اللي انا هروح فين واحترف فين عندهم طموح. انا كنت بشتغل معاهم على دي يعني لما رحت منتخب جيبوتي لعيب مش عارف ايه هدفه، فلما تقعد تبدا ترسم له هدف قدامه ان انت من هنا تقدر تحترف في مصر وتحترف في الدول العربيه تحترف في اوروبا، انا كمدرب اقدر ان انا لما اشوفك لعيب مميز عندي اقدر اخدك في مصر، اقدر ان انا اتكلم مع انديه في مصر، ده بدا يرسم له حلم فعلا. اللعيبه بدا فكرها يتغير، بدات تبقى في الملعب عندها روح وناتج اعلى مما كانت بتلعب بدون هدف. فطبعا كل ده بيفرق. فاذا رقم واحد الروح، عشان كده بقول لك تريزيجيه يبدا المباراه ناحيه الشمال كده يفضل. كده احنا وصلنا لتريزيجيه، مين يبدا بقى كلاعب رقم 10؟ هل شايف صالح جمعه بان بما ان عبد الله السعيد قادم من اصابه وممكن يبقى ماتش محتاج روح وضغط، ولا شايف ان عبد الله السعيد هو اللي يبتدي؟ وبرضو عندك في اقاويل بتقول رمضان يلعب 10، فانت شايف مين يلعب في هذا المركز خاصه ان ده بيبقى ممول صلاح والفرود والفرقه كلها؟ يعني مبدئيا رمضان صبحي ما بيلعبش رقم 10، ما لعبهاش وما يعرفش يلعبها. رمضان ميزته على الخط، اسلوبه وطريقته، يعني ما شفناهوش لاعب فين. رمضان لسه 21 ولا 20 سنه لسه ما لعبش، وامكانياته وقدراته هو في المنطقه بتاعته اللي خاصه ناحيه الشمال هو بيتميز فيها، فرمضان بره الموضوع ده خالص. لو عبد الله سليم 100%، لو سليم 100% انا رايي ان هو اللي يبدا. عبد الله عنده ميزه مش موجوده في صالح جمعه. عبد الله من اللعيبه اللي انت تتوقع منه اي شيء خلال المباراه، حتى لو ما كانش كويس يقدر يصنع لك هدف، يقدر يشوط لك كوره يجيب منها جون، يقدر يحط لك كوره ثابته يجيبها جون، يقدر حتى ضرب الجزاء لو حتى في ضرب الجزاء ممكن بيشوطها، يقدر عبد الله ان هو يعمل لك اسيست في اي لحظه. تكتيكي المدرب بيثق فيه، بدليل بيدافع كويس، بدليل ان فعلا دي حقيقه. يعني انا الكلام ده عبد الله بيلعب مع كل المدربين اللي جم النادي الاهلي ولحد النهارده وبيلعب في المنتخب اساسي. فاذا عبد الله اكتر واحد بيحس بيه المدرب، مش لازم الجمهور. عبد الله قال عن الاول، لكن عبد الله عنده ميزه ان هو اللعيبه كمان بتثق فيه قوي، بتثق فيه جدا. صالح جمعه لعيب كويس قوي، صالح مختلف عن عبد الله شويه. صالح من النوع اللي بيجري بالكوره، كوره في رجليه، دريبلر، دريبلر، بياخد الكوره وبيروح وعايز يعدي وعايز هو اللي يجيب الجون وعايز الكوره تبقى لازقه في رجله. لكن مين اللي ممكن يوصل اي حد من مكانه؟ عبد الله. من ناحيه الباس عند عبد الله لحد ما الرؤيه مثلا، طبعا 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 عنده رؤيه وبيقدر يوصل اللعيبه من مكانه، لكن صالح جمعه لازم يمشي بالكوره مهاري ولازم يوصل بيها. فانا شايف ان المباراه دي عندك لعيبه، احنا بنتكلم النهارده محمد صلاح، تريزيجيه، عندك ايا كان مين اللي هيلعب معاهم، عمرو جمال وبتاع، فعايز اللي يمولهم، عايز اللي يلعبهم، مش عايز ان انا اروح كتير بكره، عايز اللي يلعبهم.
وصالح جمعه الفتره الاخيره تميز لما نزل الشوط الثاني ما بدأش كتير. في فتره كابتن برضو كابتن حسام بدري لعب صالح وعبد الله وماتش الترجي الشوط الثاني والنادي الاهلي مسك المباراه تماما. عندك اثنين حلين بقى. هو في الوقت ده كابتن حسام انا عارف انه كان يعني هيلعب كده. النهارده المباراه ماشيه في اتجاهي وعايز اقفل، اول حاجه اقفلها نص الملعب، لان نص الملعب اللي بيمنع اي ضغط يجي عليا، فعايز املى نص الملعب عشان يبقى عندي استحواذ يريح الديفنس بتاعي ويريحني، يخليني انقل، يبقى في مرحله انتقاليه ان انا اللعيبه في تواجد اكتر من لاعب الكوره زي صالح جوه. صالح الفكر الجديد يعني، زمان الفكر القديم يقول لك انزل واحد يدافع. لا نص الملعب نص الملعب افضل، لان نص الملعب اللي هيعمل لك استحواذ، نص الملعب اللي يقدر يقف على الكوره، اللي هيقف يدافع ورا هيشتت، فبرضه نديت الكوره فهتترد لك. لكن نص الملعب انا عايز الكوره تقف مع عصام عاشور ومع عبد الله السعيد ومع صالح جمعه، المجموعه اللي بتعرف تخلي الكوره في رجليها اطول وقت ممكن، فبتخلي الفرقه اللي قدامك معنوياتها بتقل. فده فكر صحيح وسليم 100%. يعني هل ممكن كوبر يخرج بقى عن شخصيه كوبر ويعمل لنا التوليفه دي؟ والله انا احنا قلنا في الاول ان هو ناجح، لكن مش كل الناس مبسوطه من ادائه. يعني معرفش هل فعلا الراجل هيغير السيستم بتاعه، لما يلعب مع فرقه كبيره هيلعب ازاي بتاع، احنا ما نعرفش. انا نفسي، لكن هو ماشي بخطى كويسه. انا راجل ناجح وبيكسب، هو حلو وهو وحش مش مشكله. هو دايما كابتن بيعتمد على اثنين ارتكاز، يمكن الاثنين شبه بعض شويه، يعني مثلا نني وطارق حامد. هل شايف ان مواجهه الكونغو محتاجه الاثنين بنفس المواصفات؟ لا لا لا، انا شايف ان منتخب مصر محتاج حسام عاشور جدا. منتخب مصر افضل ديفندر في مصر حسام عاشور. حسام للاسف برضو جاله الاصابه. هي فرقت معاه بس مع الاهلي في النجم. بس انا بتكلم، انا من المدربين اللي ما بحبش اثنين في مكان واحد يبقوا متشابهين ابدا. يعني لو بلعب باثنين سرد باكين لازم يكون فيهم اختلاف. نعم. في واحد عنده سرعه شويه وبتاع الحاجات، تاني بيعرف يبني لي هجمه كورته اعلى. لما اجي العب مثلا انا بلعب بفرودين، لازم فرود يبقى الجنب يخبط وبيجري وبيرزع، والتاني لعيب كوره. لازم في كل خط يبقى الاثنين بيكملوا بعض، مختلفين عشان يكملوا بعض، مش مختلفين، لا عشان يكملوا بعض. لكن انا عندي اثنين في قلب الملعب بيجري وبيمسك الكوره ويباصي اللي جنبه ويمسك يباصي اللي تحت، زي طارق حامد او النني. يمكن طارق حامد عنده ميزه افضل للامانه، طارق حامد بيضغط على الكوره، يعني نوع اللي بيضغط بيروح للكوره، النني بيحلق اكتر. فطارق حامد وجوده يمكن وجهه نظري، يعني لو قارنت بين الاثنين، لا طارق حامد بيعرف يضغط، بيعرف يجيب كوره، يستخلص كوره، وان كان معظم يعني عنده الحماس زايد شويه فبيعمل فاولات، لكن بيروح للكوره، يعني بيضغط على اللاعب اللي مع الكوره، النني بيحلق. فانا في الحته دي محتاج اللي بيضغط، اللي هو افضل واحد فيها في مصر وجهه نظري والتايمنج بتاعه كويس، حسام عاشور، وخاصه لما الكوره تبقى في رجله بيعرف ازاي يسلم الكوره لزمايله، لانه هو دوره ان انا اقطع واسلم الناس دي، بس حسام عاشور بيعرف امتى يتقلع الكوره وبيخلي يعمل استحواذ لمنتخب مصر. فطبعا مش هقول لك ان هو هيغير الاثنين، لا هو هيلعب بالاثنين دول، هيلعب بالنني وهيلعب بطارق حامد، لان زي ما قلت لك مش هيحصل تغيير الفكر، انت الامور ماشيه، فهيلعب بطارق حامد و طيب انا هتنقل سريع من منتخب مصر. النادي الاهلي هيلعب ماتش ودي يوم السبت امام اف سي مصر، وعنده ماتش مهم امام الاتحاد، وراجع من رحله شاقه في تونس، الاهلي وزمالك تونس، النجم والترجي بيلعبهم في اسبوع واحد. هل شايف ان كابتن حسام بدري قد يلجا للتدوير في لقاء الاتحاد؟ طبعا يعني انا وجهه نظري الشخصيه ان هو يعني انا شايف ان التدوير في الوقت ده كويس جدا، انت في بدايه موسم عايز تريح اللعيبه اللي عملوا مجهود عالي جدا، كان في مجهود عالي جدا على بعض اللعيبه. مش معنى التدوير ان انا اريح خمسه ست لعيبه، لا، يعني انا ممكن يبقى اثنين مثلا، الحته اللي ورا عندي سعد سمير ورامي ربيعه ومحمد نجيب، ممكن احط محمد نجيب في المباراه دي جنب مثلا سعد ورايح رامي، يعني مش اسلام محارب مثلا، اسلام محارب يخش مؤمن زكريا يخش، مؤمن زكريا ورايح جاي مثلا يريح شويه، ممكن يعني مش معنى ان انا رايح لعيبه ان انا لا ده انا عندي لعيبه تقيله جدا بره. ما مؤمن زكريا من العناصر الاساسيه في النادي الاهلي وما بيلعبش دلوقتي، ما بيشاركش. كابتن كشري واحد من الفراود التقال، وبرضه هسال نفس السؤال اللي سالته كابتن علاء ابراهيم ازارو، والنقد يعني كبير جدا، البعض بيقول ان ده مش مستوى النادي الاهلي، البعض بيقول ان هو لعيب صغير وممكن يكمل وياخد خبرات في تجربه فلافيو.
انت شايف ازاره في انهي مستوى وايه اللي ناقصه عشان يبقى الفرود اللي النادي الاهلي بيحتاجه؟ وليد ازاره هقول لك هو فرو كويس، فرو كويس وعنده اصرار وعنده الستارت بتاعه كويس قوي، اللي هو اول ما بيستلم الكوره عنده اول ثلاث خطوات اول اربع خطوات سريع فيه. كويس جدا فيهم، يمكن دي يعني مهمه جدا في الفرود. يمكن ايام انا يمكن كان الحمد لله كانت عندي الميزه دي، فكانت بتخليه دايما او بتخليني احط جسمي قدام المدافع، بدل انت حطيت نفسك قدام المدافع خلاص القرار بقى انت صاحب القرار. هو عنده الحته دي كويسه جدا، بيعملها كويس. وليد ازارو المشكله الوحيده بتاعته ان هو جاي عارف ان هو جاي نادي كبير ومستعجل ان هو يخش في المجموعه او نفسه يجيب جول. يعني انت شايف ان مشكلته في الاستعجال؟ مستعجل. والناس لازم تهدى، هو الدوري بتاعنا هنا مختلف. حاجه من الاثنين، يا اللعيب اللي بيجي من بره التوفيق رقم واحد، لو هو موفق هيخش بسرعه مع الفرقه هيجيب له جون وجونين في اول ماتشين، هوب خلاص الموضوع بقى لضم مع الجماهير وبقى فيه توافق مع اللعيبه، يا اما هياخد شويه وقت، وده الطبيعي، الطبيعي ان هو بياخد شويه وقت. فازارو بياخد الوقت بتاعه الطبيعي. ازارو لما يسجل في ماتشه والتاني هتلاقي الامور اختلفت معاه كتير جدا. هو محتاج الثقه فقط لا غير، ان هو نفسه يجيب جون يحس ان هو قرب من جماهير النادي الاهلي. كابتن احمد، فهو محتاج شغل برضه بالنسبه تخصص. يعني كنت لسه هتكلم في محتاج تخصص. يعني الفيرو دايما احنا كنا بنسمعه واحنا زمان، الفيرو كل ما بيقرب على يعني على السته او على السته بيركن ما بيشوطش، هو دايما بيسدد. انت شايف ان هو محتاج يبقى متاني شويه؟ والله دي بص يعني المواقف اللي زي دي والمباريات الكبيره دي القرار فيها، يعني احنا قلنا هو سنه صغير ولسه جاي دوري مختلف عن الدوري، بيلعب مع نادي كبير جدا بحجم النادي الاهلي بجماهيره بشعبيته، كل ده ضغوطات عليه، هو ما بيلعبش زي ما بيلعب في المغرب، هنا في ضغوطات عليه جامده. طب سريعا يا كابتن كشري قبل ما نختم، الاهلي قادر على العوده امام النجم؟ اكيد اكيد النادي الاهلي قادر على العوده، وان شاء الله النادي الاهلي هيكسب، واحنا اللي عارفين يعني ما عندناش اي شك في النادي الاهلي ان شاء الله هيكسب، وهيكسب باذن الله بنتيجه ان شاء الله تكون كويسه، لان النادي الاهلي معودنا ان هو ان شاء الله في المباريات الكبيره بيبقى قدها، وان شاء الله ناخد البطوله. كابتن مصر النادي الاهلي كابتن احمد عبد المنعم كشري، شرفتني ونورتني. وانا حبيبي ابو حميد، انا اللي كنت سعيد معاك جدا جدا، وسعيد ان انا في قناتي المميزه قناه النادي الاهلي. اشكرك. ده كان اخر كلامنا النهارده مشاهدينا، كابتن مصر النادي الاهلي كابتن كشري، الكل يدعم وليد ازارو، الكل يدعم النادي الاهلي، الاهلي قادر على التعويض، وايضا كل الامنيات لمصر امام الكونغو باذن الله، وحلم ال 100 مليون. حتى القاكم تحياتي، ونخش بعيد، نادي الاهلي حبيبي.